بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس في رمضان. كل يوم في رمضان بننزل بنلف بنشوف عمالنا الجمال بيشتغلوا فين وبيشيدوا وبيبنوا مشروعاتنا القوميه الجميله، بنروح لهم نقول لهم كتر الف خيركم، رمضان كريم. انتوا عارفين هنروح فين النهارده؟ احنا هنروح النهارده على مشروع انا قريت عنه اسمه رصف طريق 74 في شبرا ملس. الطريق دوت بيخدم اربع مراكز، زفته والصنطة وسمنود والمحله الكبرى، وبيربط ما بين قريه كفر ششته مرورا بقى بقريه شبرا ملس وصورا لقريه العزيزيه، وبيخدم قطاع الوحده المحليه في شبرا ملس. ايه رايكم نعمل فزوره؟ جاهزين؟ جاهزين يا دكتور. ما حدش يبص في الموبايل. بس الفزوره يا دكتور ولا مسلسلات؟ مسلسلات. لا ما خليها فزوره يا دكتور. في مسلسل جميل جدا كان اسمه صيام صيام، بطولة يحيى الفخراني، اتعرض في شهر رمضان سنة كام؟ 90. صيام صيام بطولة يحيى الفخراني اتعرض سنة كام؟ 80. وتأليف مين؟ 1980. تأليف مين؟ لا 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 ما تقفل التليفون يا يوسف. تأليف مين؟ محمد فؤاد. تأليف مين؟ مخرج. مسلسل صيام صيام للأسف الشديد محدش عارف يجاوب، واللي جاوب بص في الموبايل. هو إنتاج سنة 1980، إنتاج التلفزيون المصري، وتأليف الكاتب الراحل صالح مرسي، ومن إخراج الأستاذ محمد فاضل. وكان بيتكلم على شخصية الأستاذ صيام اللي بيصوم رمضان لأول مرة. فاكرينه؟ طبعا مش فاكرينه، كلكم مواليد بعد 80. يلا يا عم عمرو كمل على طول. شايف الراجل هناك ده يا عمرو اللي على المعدة ديت بتاعت الرصف؟ شايفه ده؟ وقفني عنده لو سمحت. وقفني عنده هنا، نزلني هنا لو سمحت. السلام عليكم. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ ازيك يا باشا؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله والله. لازم عطلتك معلش. نتشرف بيك. سامي غازي. استاذ سامي انت بتعمل ايه؟ شغال في الطرق. بتعمله هنا ايه؟ بننشأ طريق هنا، الطريق ده اسفلت. عباره عن ايه الطريق ده؟ نعم؟ اشرح لي الطريق ده ايه؟ طريق ماسك من كفر ششته لطنطا. ما شاء الله، اللي هو 74؟ اه. مظبوط؟ مظبوط. حضرتك من ايه؟ أنا من كفر الشيخ. كفر الشيخ؟ إن شاء الله. أنتوا ما شاء الله رمضان كريم، شغالين في عز نهار رمضان يعني. الحمد لله. معاك مين رجالة؟ السلام عليكم رجالة. إزيك يا أستاذ عمرو؟ إزيك يا أستاذ عمرو؟ رمضان كريم. الله أكرم. حاتم قنديل. حاتم عبد المنعم بدوي قنديل. من كفر الشيخ يا فندم. بتشتغل إيه حضرتك؟ أنا بشتغل هنا معهم هنا في الطريق؟ في الرصف إن شاء الله. بمسك البتاع دي ساعات، ومعايا الجروب بجيب الحاجات على جنب كده شوية. عندك أولاد؟ أه الحمد لله. مين ومين؟ عندي مريم، وعندي نورهان، وعندي زينب. ربنا يخليهم. الله يبارك فيك. نفسك بقى يطلعوا ايه ويعملوا ايه؟ والله انا عندي نورهان في الازهر الشريف ان شاء الله الحمد لله، وعندي زينب في الاعدادي باذن الله، واحده هتبقى فيهم دكتوره يعني، واحده مهندسه ان شاء الله. تيجي على الفطار كده ويانا معتوب رساله لهم، عايز اقول لهم ايه؟ ربنا يوفقكم يا رب. تعرف بحضرتك؟ محمد ابراهيم. استاذ محمد بتشتغلي هنا؟ انا سواق العربيه النقل اللي ورا بتاع الميه. بتعمل منين حضرتك؟ انا من المحله. من المحله؟ اه. عندك اولاد؟ اه عندي بنتين. اسمهم ايه؟ ريناد ودعاء. ربنا يخليهم. بتشرف بحضرتك. المهندس محمود الشام. ماسك الموقع هنا. مسؤول عن الموقع. هنا العمليه هنا 5 كيلو من العزيزيه لكفر ششته. مقسومه نصين، 2 كيلو نص و 2.5 كيلو في الاول سن واسفلت. خلصناهم واقفين على طبقه الاسفلت. هنا نزلنا طبقه اولى 20 سنتي من ال 2 كيلو ونص لحد الاخر. ومستنيين منتظرين المعمل نسلمه، وهنسلم الطبقه الثانيه ان شاء الله. ان شاء الله. شرف بيك.
بسمع بعزيز برنامج. منين؟ السياق من المحلة. المحلة؟ محلك. أحسن ناس. أنت لا. عندك أولاد؟ أربعة. ما شاء الله. شغال هنا إيه؟ عامل. ده بقى أنت إيه اللي أنت ماسكه ده؟ آمن. ده بيعمل إيه بقى ده؟ ده بتوزن الطريق. ما شاء الله. ما شاء الله بحضرتك. وليد حسن جبر على المنصور. من المحلة الكبار. محلة برضو؟ بالسجاعية. أهلا وسهلا. مرحبا. تفضل تبشر. تسأل إيه؟ عامل شغال عامل. شغال عامل لنا بقى ارنب جنب الحيطان وبتاع والغرف اللي هي بنعملها كلها وبتاع. ما شاء الله. عندك اولاد قد ايه؟ عندك خمسه. مين ومين ومين؟ عند السعيد واحمد. بتكلمهم بقى قول لهم عايز تقول لهم ايه؟ ومحمود. عايز تقول لهم ايه في رمضان كده يا حبيبي؟ كل سنه طيبين وبعود الخير وربنا يكرمنا. تفطر معاهم النهارده؟ ان شاء الله. ان شاء الله بحضرتك. ابراهيم حسن سواق لودر على الطريق. منور البلد هنا استاذ عمرو. انا اسمي شعبان حاليا من كفر شيشه باشا هنا. بتعمل ايه الطريق هنا؟ سواق. انا شغال سواق في الوحده المحليه. ما شاء الله. الله يخليك يا باشا. ربنا يوفقك. عموما انتوا بتعملوا شيء جميل وانا بقول ان عمال مصر هم اجمل شيء في مصر. انتوا بتحبوا الفوازير والحاجات دي؟ طب ايه رايكم انا هسالي سامكم كده شويه اسئله يعني ليها جوائز ماليه لطيفه يعني ماشي؟ السؤال الاولاني ايه الشيء اللي ليه اربع رجول لكنه ما يقدرش يمشي؟ كرسي. برافو عليك صحيح. اتفضل 1000 جنيه هديه من واحد من الناس. اتفضل. الف مبروك. طيب السؤال الثاني حرب اكتوبر كانت سنه كام؟ 73. 73 مظبوط كلامك صح. 1000 جنيه هديه من البرنامج لحضرتك. في اي قاره تقع مصر؟ افريقيا. قاره افريقيا. افريقيا. تعال. اتفضل 1000 جنيه دي من برنامج لحضرتك. الله يخليك. ايه هو اسم النهر الموجود في مصر؟ نهر النيل. طيب يا سيدي 1000 جنيه دي من البرنامج. ايه هي المدينه اللي بتسمى العاصمه الثانيه لمصر؟ اسكندريه. العاصمه الثانيه لمصر ايه؟ العاصمه الثانيه لمصر ايه؟ القاهره ومصر. العاصمه الثانيه لمصر بيسموها ايه؟ الجيزه. ايه المدينه اللي بتسمى العاصمه الثانيه لمصر؟ مين اسكندريه؟ كل سنه وانت طيب. حاضر جايين بس. السؤال اللي جاي مين اشهر جراح قلب مصري وصل للعالميه؟ الراجل ده. الف مبروك. ايه الشيء اللي انت لو اكلته كله تستفيد ولو اكلت نصه تموت؟ السمسم. يا سلام حلوه. تعالى السمسم مظبوط. لو اكلت نصه يبقى سم. مبروك عليك 1000 جنيه من واحد من الناس. ايه الشيء اللي بينزل بس ومش ممكن نطلع تاني؟ لا بيطلع. بينزل وبيطلع. ها الشيء اللي بينزل وما بيطلعش تاني؟ السن يا باشا. العمر. السن. العمر. العمر يا باشا. العمر. الشيء اللي بينزل وما بيطلعش تاني؟ الدخان. المطر. مظبوط. برافو عليك. مبروك 1000 جنيه من واحد من الناس. طيب ما هي جنسية مدرب النادي الاهلي السابق مانويل جوزيه؟ برتغالي. مين البرتغالي اول واحد؟ تعالى. مبروك 1000 جنيه من واحد من الناس. اخر سؤال مين هو اللاعب المصري اللي لقب بملك الحركات؟ محمد بركات. مين اللي قال بركات؟ انت قلت بركات؟ مبروك عليك 1000 جنيه. مبروك عليكم يا جماعه. ربنا يوفقكم في الطريق ان شاء الله. والمره الجايه اجي بقى الاقي الطريق ايه؟ خلصان ان شاء الله والناس كلها مستفيده منه. رمضان كريم عليكم. انتوا اجمل ناس في مصر واحنا بنحبكم. كل سنه طيبين. انتوا اجمل ناس في مصر. ربنا يسعدكم ونشوفكم على خير ان شاء الله. تؤمرون باي شيء؟ السلام عليكم. زي ما شفنا هذا الطريق بيخدم اربع مدن وبيبنوه عمال مصريين جمال في عز نهار رمضان بيبنوا ويعمروا. احنا حبينا بس نقول لهم كل سنه وانتم طيبين ونقول لهم الف شكر على اللي انتم بتعملوه. نقول لهم رمضان كريم.